إن هذه الجائزة التي تحتفل اليوم بعامها بعشرة أعوام على انطلاقتها استطاعت أن تستقطب اهتمام المبدعين العرب للالتفات إلى فن أدبي مهم يستجلي تطور المجتمعات ويسجل تعقيدات الحياة اليومية ويحاول تلمس خصائص الإنسان للحديث في بيئاته المختلفة من خلال انحياز مطلق للفن والإبداع. إننا في مؤسسة عبد الحميد شومان سعداء باستضافة هذا الحدث المهم وللمرة الثانية، فمؤسستنا التي رأت النور عام 1978 ظلت على الدوام منحازة للفن والإبداع وتسعى إلى بناء شراكات محلية وعربية وعالمية من أجل تجذير للثقافة والتنوير ودعم الإبداع والمبدعين للوصول إلى مجتمعات مبدعة وخلاقة ومبتكرة مستفيدين من تجارب من سبقونا في هذه المجالات. إن انحيازا كهذا يحتم علينا أن نضع أيدينا في أيدي مؤسسات مثلنا وتتخذ سلة الأهداف نفسها التي ننطلق نحو تحقيقها وتحاول بناء الإنسان وثقافته ومعرفته وتكريس هويته الثقافية. نحن في مؤسسة عبد الحميد شومان معنيون بجوانب الإبداع، لذلك نوليها أهم اهتمام فنخصص لها كثيرا من الندوات والمؤتمرات والملتقيات وننظم ورش عمل للتدريب على الكتابة الإبداعية بمختلف أشكالها السردية والشعرية وأيضا للكبار والفتيان والأطفال، كما نخصص أكثر من جائزة لدعم المبدعين. لذلك يأتي ترحيبنا الكبير بأعضاء جائزة البكر العربية وبالمؤسستين اللتين تقفان خلفها، مؤسسة جائزة البكر البريطانية وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فقد استطاعتا أن تؤسسا لحضور ساطع بهي وجاء عملهما داعما حقيقيا للإبداع والمبدعين. الأعزاء الحضور، نبارك اليوم لمن سوف يتأهلون القائمة القصيرة ونقول لمن لا يحالفهم الحظ إن في الحياة متسعا لأفراح قادمة، خصوصا أنكم فزتم جميعكم بمحبة القراء في عالمنا العربي وأنكم كمبدعين ستظلون مصدر فخرنا ورهاننا الذي نشير إليه للعبور نحو المستقبل، وشكرا لكم. أتحدث إليكم باسمي وباسم الجائزة العالمية للرواية العربية. أنا رئيس مجلس أمناء هذه الجائزة التي اعتز برئاستها، ليقدم أولا شكري لمؤسسة شومان لاستضافتنا هنا للمرة الثانية. قدمنا هنا قبل 4 سنوات وكنت أداعب الأستاذة فالنتينا قصيصية وأقول لها من يشرب من ماء شومان يعود إلى ماء شومان، فقالت لي شومان هو نهر عظيم يسير في أرجاء العالم العربي جميعا، ونحن نوافقها على هذا الرأي. شكرا لكم في مؤسسة شومان. هذا يوم مهم للجائزة لأننا نحتفل بالسنة أو بالدورة العاشرة لإطلاق هذه الجائزة. هذه الجائزة كما تعرفون أحدثت صدى وأحدثت أيضا بيئة جديدة للكتابة الروائية العربية، فأرحب بكم باسم الأدب وباسم الإبداع، وأرحب بكم أيضا كما قلت باسم الجائزة، وأريد أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المحكمين التي رأسها الدكتور إبراهيم، والدكتور إبراهيم معروف لديكم فهو قام مهمة في هذا البلد. أريد أن أشكر كل لجنة التحكيم جميعها، وأن أرحب أيضا بالصحافة وبالإعلام الذين سينقلون هذا الخبر إن شاء الله ليس فقط في داخل الأردن وإنما على مستوى العالم العربي في أرجاء العالم العربي وخارج العالم العربي. أنا أعرف أن هناك من يراقبنا ويستمع لنا من مناطق مختلفة في العالم. هذا الحدث حدث مهم، حدث يترقبه القراء أولا، فهذه هي جائزة قراء وليست جائزة نقاد. النقاد مهمون كقراء. وأريد أن أذكركم أننا في هذا المساء في الساعة 6:30 سنكون في هذا المكان الكريم
لندوة تشارك فيها الدكتورة سحر خليفة التي كانت ترأس لجنة العام الماضي، والدكتور إبراهيم والدكتورة شهلة العجيلي وآخرون. فأريد أن أشجع الجميع على حضور هذه الندوة. هذه ندوة تفاعلية، ندوة للقراء، ندوة للجمهور الأردني، ليتحدث ليس فقط باسم الأردن وإنما باسم القارئ العربي في كل مكان في العالم العربي وخارج العالم العربي. دعوني أبدأ بتهنئة من ستكون أسماءهم في قائمة اللائحة القصيرة. أهنئهم جميعا، وأهنئ أيضا من فازوا باللائحة الطويلة. فاللائحة الطويلة نفسها هي أيضا عنوان تميز في فضاء الرواية العربية. ولا بد أيضا من أن نهنئ الناشرين، لأن هذه جائزة أيضا للناشرين دور كبير بها، هم الذين يتقدمون بقوائمهم ونحن نأخذ هذه القوائم. شكرا لكم جميعا، شكرا للصحافة والإعلام. نرجو أن تواكبوا هذه الجائزة اليوم وفي مستقبل الأيام. وأريد الآن أن أستضيف زميلتي فلير مونتنارو منسقة الجائزة لتخاطبكم، لأنها هي ترافق الجائزة وعملية التحكيم من البداية حتى النهاية. لا يوجد إنسان أعلم بتاريخ الجائزة من فلير، لكنها أيضا مقلة في الحديث عما يدور في داخل الجائزة ومداولات الحكام كما سترون الآن. تفضلي فلير. شكرا لكم جميعا. أشكركم جميعا على الحضور، وأشكر رئيسة مؤسسة عبد الحميد شومان السيدة فالنتينا قصيصية لاستضافتها الكريمة لنا هنا في مؤسسة عبد الحميد شومان، وذلك للمرة الثالثة بعد الإعلان عن القائمة القصيرة هنا في سنة 2014، وبعد تعاون الجائزة مع المؤسسة لتنظيم ورشة إبداع للكتاب الشباب الموهوبين في مدينة البتراء سنة 2016. يسعدنا أن نعود إلى هذه المؤسسة الأريقة التي تلعب دوراً حاماً ومشهوراً في تعزيز الحياة الثقافية الأردنية. نعود لنحتفل بالقائمة القصيرة للعام 2018 وبمرور 10 سنوات على تأسيس الجائزة، منذ فوز رواية واحد الغروب لبهاء طاهر في الدورة الأولى والتي ترجمت إلى 10 لغات وحولت إلى فيلم سينمائي في مصر، حتى الدورة الأخيرة التي فازت فيها رواية موت صغير لمحمد حسن ألوان التي ستصدر بالإيطالية والكردية والإندونيسية قريبا. يذكر أن 5 من الروايات القائمة القصيرة التي تم الإعلان عنها هنا في عام 2014 ترجمت لاحقا إلى لغات أخرى، وفازت النسخة الفرنسية لرواية طشاري لإنعام كاجاتشي بجائزة المعهد العربي في باريس لأفضل رواية مترجمة من العربية لعام 2016. أما الرواية الفائزة في تلك الدورة فكانت رواية فرانكنشتاين في بغداد لأحمد سعداوي الذي يجلس معنا اليوم، أهلا بك أستاذ أحمد، التي نقرأ عنها في صفحات أهم الجرائد الأمريكية والبريطانية مثل نيويورك تايمز والغارديان البريطانية بعد صدورها بالإنجليزية، وتتوالى المراجعات التي تدعى الرواية ضمن التفضيلات بالقراءة لهذا الشهر، وتم التعاقد لتحويلها هي بدورها إلى فيلم. نتمنى للروايات الست التي سيعلن عنها رئيس لجنة التحكيم بعد قليل نفس القدر من النجاح والانتشار. طالما يقال إن الجائزة ليست إلا لجنة التحكيم، فيسعدني أن أتقدم بالشكر الخاص لأعضاء لجنة التحكيم لدورة هذا العام على عملهم الدؤوب خلال الأشهر الماضية، حيث قرأوا 124 رواية من 14 دولة عربية، واختاروا منها منذ شهر 16 رواية للقائمة الطويلة، ثم اختاروا 6 روايات من هذه القائمة على اعتبارها أفضل الأعمال الروائية لهذه السنة. وسوف يعلن عن الرواية الفائزة في أبوظبي في نهاية شهر أبريل القادم. يحصل كل المرشحين 6
في القائمة القصيرة على 10,000 دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 دولار إضافية، وتترجم الرواية الفائزة إلى الإنجليزية. لن أطيل عليكم فأهل الكلام لرئيس اللجنة، لكن قبل ذلك يسعدني أن أقدم لكم أعضاء لجنة التحكيم لهذه الدورة، وهم الأكاديمي والناقد والشاعر والروائي والمسرحي الأردني الدكتور إبراهيم الصحفيين رئيس اللجنة، الكاتبة والمترجمة السلوفينية باربرا سكوبيتس، الروائي والقاص الفلسطيني محمود شقير. ولولا ظروف طارئة لكان معنا كل من الأكاديمية والمترجمة والروائية والشاعرة الجزائرية إنعام بيود، والكاتب والروائي السوداني الإنجليزي جمال محجوب. والآن أعطي الكلمة لدكتور إبراهيم السعفين رئيس اللجنة، مشكورا. يسرني في البداية أن أشكر مؤسسة شومان لجهدها الكبير، وأشكر القائمين على الجائزة العالمية للرواية العربية، وأخص بالذكر الأستاذ دكتور ياسر سليمان والأستاذة فلور مونتانارو. أنا أبارك من كل قلبي للفائزين في الجائزة في القائمة القصيرة، وسأذكر الأسماء الآن حسب ورودهم في القائمة وليس حسب الأفضلية، فالأسماء كلهم، فكل الذين اختيروا في القائمة القصيرة هم سواسية. الروايات الفائزة في القائمة القصيرة: رواية ساعة بغداد لشهد الراوي، رواية زهور تأكلها النار لأمير تاج السر، شهد الراوي عراقية أمير تاج السر سوداني، وارث الشواهد للروائي الفلسطيني وليد الشرفة، رواية الحالة الحرجة للمدعو كاف للسعودي عزيز محمد، ثم رواية حرب الكلب الثانية للروائي الأردني إبراهيم نصر الله، ثم رواية الخائفون للروائية السورية ديما والنوس. وكما قالت الأستاذة فلور، فإن الذين تنافسوا لهم مستوى كبير جدا، ولا يعني ذلك أن الذين لم يفوزوا لم يكن لهم حظ من التفوق. أهنئ الفائزين وأشكركم، والسلام عليكم. كيف يتحول الحضور الجميل البريء والعلاقات الاجتماعية الدافئة وعلاقات الصداقة والحب الحميم التي يحتضنها المكان إلى قصص متشظية ومأساوية تتشح بمسحة غرائبية تجلت في وظيفة الكلب الأسطورية بوصفه رمزا رافق بيوت المحلة البغدادية وانتهى تحت عجلات شاحنة منتحرا في مشهد مأساوي حزين. إن ابتدت بالسرد قصة عادية للرجل تعرض للتعذيب، فهي تضع أساسا للتصوير أهم المشاعر الإنسانية وهو الخوف.